مساء الخير. انتهت الانتخابات الأمريكية وظهرت النتيجة بشكل أقرب ما يكون لانقلاب سياسي كبير، زلزال قلب الدنيا عليها وطيها. دونالد ترامب بقى هو الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية بفوز كاسح على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس اللي فشلت فشل ذريع في لفت انتباه الأمريكان وحصد أصواتهم. ترامب الديمقراطيين شايفينه رئيس خارج عن السيطرة، عمل ريمونتادا سياسية هتقلب ترابيزة التربيطات السياسية في العالم كله وهتأثر على كل مناحي الحياة. الرئيس العائد برداء أمير الانتقام النهاردة وقف يعلن انتصاره قبل إعلان النتيجة بشكل رسمي في أعظم انتصار سياسي انتصر فيه بالضربة القاضية وبالنقاط على حلبة الانتخابات بعد ما حصد الأغلبية في التصويت الشعبي وفي المجمع الانتخابي كمان. وهكذا أصبح ترامب في وضع يسمح له أنه ينفذ وعده بتطبيق القانون الفيدرالي على خصومه السياسيين وحبسهم. هو قال لبايدن أنا هحبسك، وطلع النهاردة يقول أنا ربنا أنقذني عشان أنقذ أمريكا وأمنع الحرب العالمية الثالثة. انتصار ترامب النهاردة مش بس فوز بالانتخابات الرئاسية، ده كمان أخد الثقة الكاملة في التصرف بحرية بعد ما فاز الجمهوريين بانتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب عشان يسيطروا على القرار السياسي، وده هيمكن ترامب وإدارته من التصرف بدون أي مناكفة من الديمقراطيين اللي بالبلدي كده خسروا الجلد والسقط. وثبت فشل وكذب استطلاعات الرأي اللي بشرت بنتيجة عكسية. وإيه اللي حصل؟ كل استطلاعات الرأي كانت بتقول حاجة عكس كده تماما لغاية امبارح. النهاردة الكلام كله اختلف والواقع على الأرض أظهر عكس كل تنبؤات استطلاعات الرأي. كامالا هاريس دفعت فاتورة أخطاء جو بايدن ومغامراته الداخلية والخارجية، واختار الأمريكان الرئيس اللي وعدهم بإصلاح الاقتصاد، بتخفيض الضرائب، بمقاومة المهاجرين، بتنفيذ أكبر عملية ترحيل جماعية في تاريخ أمريكا. هو اتكلم عن المهاجرين غير الشرعيين بس عشان يبقى إيه كلامنا محدد، اتكلم كمان عن تقليل تكلفة برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وصناعة مجد جديد لبلادهم بعد ما قدم ليهم برنامج اقتصادي صرف. يعني النهاردة كده نقدر نقول لقد انتصر الاقتصاد على السياسة، ورفض المرشح أو رفض المواطن الأمريكاني المرشحة اللي كانت رأس مال برنامجها هو الضرب في ترامب، التحذير من خطره على الديمقراطية الأمريكية. وكده ممكن نقول إنه كامالا هاريس دفعت تمن سياسة جو بايدن في أوكرانيا، تمن سياسة جو بايدن في الشرق الأوسط، ونقدر نقول كده بالفم المليان إن بايدن هو اللي هزم نائبته كامالا هاريس من أول معاند الزمن وقرر خوض الانتخابات قبل ما ينسحب ويسيب هاريس تبدأ متأخرة في مواجهة ترامب اللي كان شارخ بقاله 3 سنين بيستعد بكل الطرق للانتخابات. فوز ترامب فتح الطريق للدبلوماسية وبرقيات ورسائل التهنئة اللي بدأت بمجرد إعلانه الانتصار. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من أوائل اللي هنوا ترامب بمنشور على منصة إكس اتمنى له فيه النجاح في ولايته الجديدة، وقال فيه الرئيس السيسي أنه بيتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام في الشرق الأوسط وتطوير الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الظروف الدقيقة اللي العالم بيمر بيها. كان يعني كمان كل زعماء أوروبا في مقدمة المهنئين لترامب، من فرنسا بقى لبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وحلف الناتو،
رغم انه ترامب اعلن انه مش هيلتزم ببند الدفاع الجماعي في حلف الناتو، وكمان ايضا الاتحاد الاوروبي اللي كان يعني المفروض يبقى اول المتضررين من سياسه الرسوم الجمركيه الجديده، كل دول كانوا في مقدمة المهنئين، وكل دول استخدموا تعبيرات السلام والازدهار بما فيهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتضرر الأول من خطط ترامب الخارجية، واللي كان يعني ساند على دعم بايدن باستمرار الحرب، بدأ يتكلم عن السلام باستخدام القوة. الصين اللي هي العدو الأول والشيطان الأكبر في المرحلة الحالية من وجهة نظر ترامب، صدر عنها تصريحات عن الخارجية الصينية، رفعت شعار التعايش السلمي والسلام مع أمريكا والاحترام المتبادل، رغم أن ترامب سنن سكاكينه على الصين وناوي يفرض عليها عقوبات ورسوم جمركية تحد من قدراتها وسطوتها على الأمريكان. ولكن هل ترامب المرشح هيبقى هو نفسه ترامب الرئيس؟ ده اللي هنشوفه الفترة القادمة ما بعد يناير. طبعا قائمة وعوده كان فيها استكمال بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مطاردة عصابات المخدرات، منع الإجهاض إلا بشروط قاسية، وهيمنة أمريكا على الطاقة في العالم، وفرض سياسة شخلل عشان نحميك. ده طبعا صاحب السياسة دي، فهتلاقيه بكل وضوح بيعلن لتايوان ادفعوا فلوس واحنا نحميكم من الصين. انتهت انتخابات القرن في أمريكا، وقلناها امبارح وبفكركم بيها النهاردة، يعملوها الأمريكان ويدفع الفاتورة بتاعتها كل سكان العالم اللي كلهم دلوقتي في وضع انتظار كده، دلوقتي كل العالم دلوقتي في وضع انتظار مستنيين القرارات اللي هتبدأ بشكل رسمي مع تنصيب ترامب يعني رسميا يوم 20 يناير الجاي، وهيبقى يعني الأيام الجاية حتى نهاية هذا العام هيبقى في مراقبة شديدة لقرارات الرئيس العاجز جو بايدن في آخر أيامه، واللي بيسميها الأمريكان أيام البطة العرجاء. يا رب يحفظ بلادنا وأهلنا وأراضينا من كل شر ومن كل سوء، ويعني يا رب كده نفضل دايما أقوياء ببعض، ولا يهمنا السنة دي جابت مين في البيت الأبيض ولا حرمت مين من حكم العالم. مصر جديدة، أهلا بيكم. إذا ترامب هو ساكن البيت الأبيض الجديد، يعود مرة أخرى بقوة للبيت الأبيض. ينضم لنا عبر السكايب من نيويورك دكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية. أهلا بحضرتك معانا، منورنا، وكنا على وعد أنا وحضرتك إن إحنا هنتقابل يوم إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية، وكنت معانا أول من تنبأ بفوز ترامب. خلينا نفتكر مع بعض ونرجع نتكلم. شايف إنه دونالد ترامب هو المرشح الأكثر أو الأقرب للبيت الأبيض؟ لا، أنا شايف إنه هو يبدأ يكلمهم من دلوقتي عشان يطلعوا له المكتب اللي هو بيحبه من المخزن. المكتب بيحبه قديم. دونالد ترامب بقى الرئيس خلاص. دونالد ترامب بقى الرئيس خلاص كده. خلاص صدقيني بقول لك اهو، وهتاخدي الكلام ده مني. انا مسجلاها اهو على الهوا علشان بعد الانتخابات هكلم حضرتك ونعرضها. دونالد ترامب لو ما اتقتلش قبل يوم 5 هيبقى الرئيس. هنكلمك بعد 50 يوم نشوف النتيجة. او تكلميني في 40 بتاعه. وهكذا أصبح دونالد ترامب رئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية زي ما تنبأت حضرتك دكتور ماك شرقاوي. مش عارفة هل حضروا له المكتب اللي بيحبه ولا لا؟ اطمنت كلمتهم في البيت الأبيض؟ طبعا حضروا له المكتب بتاعه اللي بيحبه؟ طبعا يا فندم طبعا. أهلا بيك يا إنجي، وأهلا بجمهورك الكريم يا فندم. طيب أنا عايز أسأل، ليه ترامب فاز؟ هل لضعف كمالا هاريس؟ هل بايدن هزم النائبة بتاعته كمالا هاريس، ولا لقوة دونالد ترامب؟ هو دونالد ترامب نفس المستوى، هو ما فيش زيادة، يعني ما قدمه في 2016 ل 2020 هو
اللي هيقدمه في الفترة القادمة بس هو هزم يمكن هيبقى امرأتين دلوقتي، هزم امرأتين، هزم يعني هو هيلاري كلينتون هيلاري وهزم كلينتون كامالا هاريس. وكمالا هاريس، بس هو يمكن يكون مور سيزند، يعني بدأ يبقى عنده خبرة، برضه هيتعلم من أخطائه في الفترة الأولى، كمان هياخد باله قوي ان هما ما يعطلوهوش زي ما عطلوه على الاقل 2.5 سنين في بداية حكمه في 2016 من خلال كل اللي عملته الاجهزة الامنية في الولايات المتحدة الامريكية، والتي اعتقد انها خالفت الدستور فيما فعلوه في الاف بي اي، وكان هناك مراقبة للرئيس الامريكي بدون يعني ان يكون مصوغ من القانون، وثبت براءته من كل الاتهامات التي كانت موجهة إليه أنه عميل لروسيا وأنه يمثل مصالح بوتين. كل الكلام ده كله كان ده في مجرد اتهامات تعطيل له. كمان لروسيا دلوقتي انها يعني أثرت على الانتخابات. هي روسيا بتأثر على الانتخابات من 2012 من أوباما، يعني التدخل الروسي في الانتخابات، أصل التدخل فيه تدخل يعني ملموس زي بيسموه يعني هارد انترفيرنس وفي سوفت انترفيرنس، يعني اللي بيعملوه من خلال انشاء حسابات وهميه في وسائل التواصل الاجتماعي، يوصلوا رسائل مغلوطه، يعني يتم هل ممكن نقول ان روسيا ساهمت في رجوع ترامب للبيت الابيض؟ هي ساهمت بحاجتين، الدعم من الاشياء اللي قلت لك عليها اللي هي السوفت دي الناعمه، وكمان التصريح اللي قاله بوتين انه يعني يعضد من كاميلا هاريس. الناس قالت لك على محمل الهزل يعني، ولكن ما فيش هزل في السياسة الدولية. ايوه هذا التصريح كان من أسباب فشل كاميلا هاريس في الانتخابات. كمان قوة ترامب، لا، الناحية الأخرى تأخر الحزب الديمقراطي في الضغط على بايدن للانسحاب أخذ وقت طويل جدا، استنفذ الكثير من فرص كاميلا هاريس أن تكون في منافسة حقيقية، عمل حالة من الاحتقان الداخلي في الحزب الديمقراطي وانقسامات كبيرة جدا. لأول مرة 80% من أعضاء الحزب الديمقراطي بيرفضوا رئيس أن يرشح نفسه للفترة الثانية، وكان لا يريد الخروج من السباق إلا بعد ما تم إنجي تهديده بحاجتين. الحاجة الأولانية قالوا هنخش المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، مؤتمر مفتوح، معناها إن أي حد ممكن يرشح نفسه قصادك وطبعا هتبقى فضيحة. أما لقوا إن هو ما عندوش مانع، قالوا له طب خلاص بقى احنا هننفذ الخطة بي، الخطة بي اللي هي إزاحتك من السلطة للحالة الصحية، وده وفقا للدستور 8 من الوزراء بالإضافة إلى كاميلا هاريس نائبة الرئيس، وهي أعلنت إنها موافقة على الكلام ده، نانسي بولوسي والتشاك تشاك تشومر شومر، ان هو هيقدموا طلب للكونجرس باعفائه يعني من نقدر الرئاسه نقول ان للحاله الصحيه. بايدن نفسه هو هزم ورثته كامالا هاريس. طيب خليني اسالك، ترامب يعني في ولايته الاولى كان يعني ليه ملامح معينه، كان فيها يعني نقاط رئيسيه مضيئه ونقاط ايضا رئيسيه كان فيها مشاكل، والناس كانت بتتكلم عن طريقته غير السياسيه وانه بيحكم بمنطق رجل الاعمال و و و وسلسله الاتهامات اللي وجهت ليه. ترامب في الولايه الثانيه كيف في رايك سيختلف عن ترامب في الولايه الاولى؟ أنا بعتقد إن هو أصبح أكثر خبرة وأصبح أكثر يعني تحكم في أعصابه وردود الأفعال السريعة التي كانت يعني موجودة في الفترة الأولى. حتى تصريحاته الأخيرة أنه لن يعود لينتقم وأنه لن يفعل ما فعلوه الديمقراطيين فيه، اللي عملوه فيه الديمقراطيين يكتب فيه كتب يا إنجي. نعم يعني استهداف الرجل بهذا الشكل، كمان الخطاب التحريضي من بايدن ثم من بعديه كاميلا هاريس، تحريض على الرئيس ترامب وشخصه انه فاشي، انه عدو للديمقراطيه، انه سوف
يقضي على الديمقراطية، يقضي على الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرتك يمكن أن قلت لنا ينحل. انه محاولات الاغتيال اللي تعرض ليها دونالد ترامب دي يعني عملت دفعة قوية ليه انه يجي بالظبط للبيت الابيض مرة تانية، لانه طلع من المحاولة الاولانية في شكل رجل قوي جدا لسه واخد رصاصة، وما يعني وقف قوي ما تهزتلوش رمش، وكان شديد القوة في يعني ردة فعله تجاه تعرضه للاغتيال. انا بس عايزة اقول لحضرتك بلومبرج الان تعلن نقلا عن مسؤول اسرائيلي، الفترة الانتقالية بالولايات المتحدة قد توفر لاسرائيل فرصة لضرب برنامج ايران النووي، وانه يعني نستبعد احتمال ان يأمر بايدن بشكل رسمي شن هجوم على منشآت ايران النووية بالتنسيق مع اسرائيل. ماذا يحدث؟ هو في مكالمة حصلت النهاردة ما بين بنيامين نتنياهو وبين ترامب. نعم. واعتقد ان ترامب واضح جدا مع بنيامين نتنياهو. لا اعتقد انه سوف يعني يلعب هذا الجيم السياسي مع ترامب. بايدن يستطيع حتى يوم 20 الساعة 12 الظهر ان يصدر قرار بعملية عسكرية. نعم. الدستور الامريكي بيسمح للرئيس، هو لا يسمح له باعلان الحرب. الحرب اعلان الحرب من الكونجرس الامريكي، ولكن يحق له ان يبدا عمليات عسكريه، وعليه ان يقتل الكونجرس خلال 48 ساعه بما هي العمليه العسكريه وما اهدافها وايه اللي هتقدمه الولايات المتحده الامريكيه. اذا وافق عليها الكونجرس الامريكي يستمر فيها بقى، تقعد سنه تقعد سنتين. اذا لم يوافق عليها الكونجرس الامريكي يجب على الرئيس ان ينهي العمليه العسكريه خلال 30 يوم، ويديله 30 يوم اخرى لاعاده القوات، يعني 60 يوم. نعم. 60 يوم تكون خربت مالطا يعني. الكلام ده الكونجرس ده معمول من 230 سنه. يعني ايام ما كانت بيستخدموا المدافع والخيول في جر المدافع، ف 30 يوم عشان ترجع القوات. دلوقتي القوات بترجع في 6 ساعات، يعني 8 ساعات طيران القوات بترجع. فيستطيع ان يفعل كثير بايدن، ولكن لا اعتقد أن بايدن يمكن أن يدخل في صراع مباشر مع إيران. طيب ترامب ولا حتى ترامب هيدخل في هذا الصراع. ترامب المرشح وترامب الرئيس، ترامب المرشح قال لك إنه إسرائيل إز تايني 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 كونتري وكده، وإنها صغيرة قوي قوي، وإن إحنا محتاجين يعني نكبرها، ويلا يا نتنياهو بسرعة خلص الموضوع. طيب ده كلام ترامب المرشح. ترامب الرئيس هل سيمشي على نفس الخط في رأيك؟ لا أعتقد، وأعتقد أن الكثير من التصريحات يعني في الحملات الانتخابية هي لجذب أصوات اليهود والمؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، يخاطب هؤلاء ويخطب ودهم. ولكن لو شفتي في نهاية الحملة الانتخابية عندما تأكد من أنه سوف يفوز بدأ يتحلل من هذه الوعود. مقابلة العربية اللي عملها مع القناة العربية السعودية مهمة جدا، ووضح فيها وقال أنا أريد أن أجعل مشروع سلام دائم في المنطقة حتى لا تنفجر الأمور مرة أخرى. إزاي هيأثر وجوده في البيت الأبيض على الحرب في غزة وأيضا دلوقتي في لبنان؟ أنا بعتقد أن بنيامين نتنياهو سوف يعني يفعل الأمور بحذر، لأنه يعرف ما هي ردود أفعال ترامب. ترامب بيدعم إسرائيل، مش بس ترامب، الجميع يدعموا إسرائيل، الكل عندهم التزام المؤسسات أخلاقي الأمريكية. تجاه إسرائيل. نعم بالضبط، لأن إسرائيل هي بتلعب دور وظيفي لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا في المنطقة يا إنجي. يعني إحنا نسينا في التاريخ إسرائيل ليه؟ لماذا إسرائيل؟ إسرائيل كانت لحماية قناة السويس اللي كانت بتملكها فرنسا وبريطانيا. يعني هم جنود مدربين بعد الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، وبيركبوا طيارات وبيركبوا دبابات وموجودين واللي حصل لما حصل يعني تاميم القناه حصل ايه؟ مش جه الاسرائيليين مع الفرنساويين مع البريطانيين واعتادوا في الاعتداء على مصر في العدوان الثلاثي لولا تدخل روسيا والانذار الروسي يعني لوقف هذا العدوان. فاسرائيل احنا بننسى سببها ايه؟ يعني هذا اللقيط الذي زرع في المنطقة من 1905 انجي في مؤتمر كيمبل في بريطانيا اللي استمر لمدة سنتين، بريطانيا وسبع دول أوروبية أنشأوا الفكرة لقيام هذا الكيان السرطاني في فلسطين. وعلى فكرة لا في بقى أرض الميعاد ولا في الكلام اللي بيقولوه الكذابين دول كانوا عايزين يروحوا موزمبيق والأرجنتين وأوغندا، دول
ما كانش لهم حته عايزين أي. يروحوها، فاخدوا فلسطين ضمن 5 اختيارات على فكره، مش نعم بس ما فيش بقى الهيكل يعني والحقوق المنطقة التاريخيه، كل هتهدأ الكلام ده كده. هتهدأ انا متوقع، وبرضه خدي الكلام ده عليا وهنتكلم بعد يعني 5 6 شهور من دلوقتي، المنطقه سوف تهدأ وسوف يكون هناك مؤتمر سلام، يمكن ان تكون صفقه قرن جديده. اللي فاكره قلت لك عليها قبل كده، كانت هذه الصفقه مبنيه على ايه؟ على حل الدولتين. حل الدولتين الذي لم يحترم بنيامين نتنياهو بايدن على مدار 4 سنوات في هذا الامر. بايدن قال 5 مرات رسميا حل صحيح الدولتين صحيح ولم يقدم اي اليات. صحيح ترامب طيب قال حل الدولتين ووافق عليه بنيامين نتنياهو، نعم هي كانت دوله لم نقبلها لانها كانتونات في داخل الكيان الاسرائيلي والمستوطنات، ولكن كانت دوله فلسطينيه. الحرب الروسية الأوكرانية هتتأثر إزاي؟ هو وعد بانهاء الحرب الروسيه الاوكرانيه بالتاكيد من خلال الاتصال المباشر مع بوتين. بوتين مهيئ ان هو يعمل سلام مقابل تدوني الاراضي اللي انا خدتها. ما حدش يقول يطلع من الاراضي دي. أيوة. يمكن طيب. الضغط على زيلينسكي، ممكن الضغط على زيلينسكي. ان لم يوافق زيلينسكي بالحسنى هيوافق بالعصا، ان لم يوافق في هو الجزرة زيلينسكي هيوافق النهارده بالعصا. هنى وبارك الموضوع وكده. طيب فكره القرارات اللي هياخدها دونالد ترامب، هل هتبقى اسهل لانه معاه مجلس الشيوخ ومجلس النواب؟ يعني هو كده هو يعني ما عندوش، مش هيبقى عنده مشاكل، ما فيش حد هيناكفه؟ هو طبعا يعني ده هيبقى بيسموه الالتيميت جول، والحاجه اللي هي يعني ما فيش بعد الاحلام. يعني الديمقراطيين الجمهوريين خلاص حسموا مجلس النواب 52 عضو لغايه دلوقتي، ده ممكن يزيدوا، وحسموا تقريبا مجلس النواب يعني هم دلوقتي 201، وحكام الولايات وحكام الولايات برضو يعني حولت كثير من الولايات الى اللون الاحمر. لو انت بصيتي على الخريطه بتاعت بلومبرج، الولايات التي تم تحويلها من الازرق للاحمر كتير. شفتها. هتصابي بفاجعه. اللون غير كده الاحمر النهارده كان هو المسيطر منذ الصباح الباكر. طيب القضايا بتاعت بقى الهجره والاجهاض دي قضايا فرضت نفسها بقوه اثناء الصراع الانتخابي، يا ترى يا هل ترى هيحصل فيها ايه؟ خليني اقول لك موضوع الاجهاض ده في كلمتين عشان الناس تفهم يعني ايه روفي ويد، اللي هي القضيه المشهوره اللي المحكمة العليا ادت حصانة لموضوع الإجهاض، بعدين المحكمة العليا ارتأت قالت احنا هنترك الموضوع إلى الولاية، كل ولاية تصدر أحكامها بما يتراءى لها من قوانين داخل الولاية. لا. فهي لم تلغي الموضوع ولم تسمح بالإجهاض ولم تلغي الإجهاض، هي قالت على كل ولاية إنها تعمل. وده ترامب اعتنق الكلام ده وقال أنا لن أتدخل ولن أصدر قرار رئاسي بحظر الإجهاض، كل ولاية لها الحق في هذا الإجهاض. تخيلي في بعض الولايات بقى يا إنجي، حتى الولادة يعني قبل ما يتم الولادة يمكن أن يجهض، يعني عنده 9 شهور في بطن أمه ويتم إجهاضه. يعني برضو absurd، يعني بيقولوها بالإنجليزي حاجة يعني غير غريبة. قابلة للتفكير يعني. صحيح. فحماية الحياة هي من المحافظين، وهي أعتقد مع كل الأديان ومع كل الطبائع ومع حتى الطبيعة البشرية. يعني طفل بعد 3 شهور تم التخليق وداخل يعني بطن أمه وتم يعني نعم. الروح بدأت فيه، خلاص لا يعني لابد أن تكون هناك ضرر يعني جسيم على حياة الأم يتم بالتأكيد التخلص نعم. من طيب. الحق. وده على فكرة موجود في ما قدمه ترامب في برنامجه. نعم. ماذا يعني فوز ترامب بولاية ميتشيغان اللي بيتركز فيها أصوات الأمريكان اللي من أصول عربية مسلمة؟ عشان كل ديمقراطي بعد كده يحترم نفسه ويمسك لسانه. اما طلعت قالت كاميلا هاريس لن نصمت عما يحدث في غزه، الناس طبعا اتبسطت جدا. بعدها باسبوع من حق اسرائيل تحمي نفسها، بس احنا بنقول لهم يعني على يعني كل الناس لا بتقول تستهدفوا كده، المدنيين قوي يعني ما ما حدش تموتوهمش بيقول قوي. كلام غير كده. ما يعني هي طلعت وبعدين لما لقت الكرابيك جات لها من الايباك خلاص لمت نفسها فورا ورجعت. ترامب كان ذكي جدا. تصريحه كان ايه؟ هناك امور فظيعه من الجانبين. يعني اللي حصل في 7 اكتوبر بيرفضوا، واللي بيحصل من بنيامين نتنياهو ضد المدنيين بيرفضوا. نعم. وده كان تصريح قوي جدا. هي مرشحة حزب الخضر في انتخابات الرئاسة الأمريكية جيل ستاين قالت إن موقف كامالا هاريس من الأوضاع في غزة كان سببا رئيسيا في خسارتها للانتخابات أمام ترامب. هل ده حقيقي بجد زي ما حضرتك بتشير تقريبا لكده؟ طبعا طبعا. مش هي كان كلفت بموضوع المساعدات؟
وعملت جوله في الشرق الاوسط وقابلت الرئيس عبد الفتاح نعم السيسي وقابلت ناس في الشرق الاوسط، هل دخلت مساعدات؟ لا. نعم ده بالعكس، بعد نعم زيارتها بدا المستوطنين الاسرائيليين يدمروا الشحنات الخاصه بالامم المتحده والاعتداء على السيارات الخاص التابعه للامم المتحده نعم في تحدي سافر لمهمتها في الشرق الاوسط، اللي هي يعني من ضمن مهمتين اخذتهم الاربع سنين، ملف الحدود والهجره غير الشرعيه فشل ذريع، 10 مليون مهاجر غير شرعي دخلوا امريكا من الحدود الجنوبيه، والمساعدات في غزه لم يتم يعني حسم، واللي حسم موضوع المساعدات مصر والاردن نعم والامارات بارك الله سريعا فيهم في محاولات السريعه لادخال المساعدات لاخواتنا سريعا في في غزه. النهايه، ازاي شفت خطاب النصر بتاع دونالد ترامب، وازاي شفت المنصه كده والناس اللي عليها في خطاب النصر؟ كان متزن وكان واثق هادي بريزيدنشال رئاسي. ايوه انا قلت لك هو غير كتير من البيرسونا، من شخصيته غير كتير جدا، وانا شايف ان هيكون هناك الكثير من القرارات المعتدله، وان يفكر في ان يكون له ليجاسي، يعني لازم يكون هذا له بقى الخطاب الهادئ المتزن تاريخ. الواثق هو عنوان الولاية الجديدة بتاعة ترامب. صحيح صحيح، شفت الأغاني اللي رقص عليها؟ هو دمه خفيف هو طبعا، هو وهو اختار على فكرة أغنيتين من السبعينات. هو دمه خفيف، يعني انا قابلته شخصيا من اكتر من 15 سنة، دمه خفيف، يعني هو يعني اتس فان تو ديل وذ، يعني هو حاجه يعني بتستمتعي بالتعامل معاه. انا بسأل عن مغزى الاغنيتين دول بالذات اللي يعني هو دايما يحبهم. هو بيرجع الامريكان، يعني عايزين ايه، نرجع زي ما كنا، زي ما كانت العائله الامريكيه والمحافظين في الولايات المتحده الامريكيه. على فكره المحافظين في الولايات المتحده الامريكيه موجودين من الحزبين، جمهوريين وديمقراطيين. كلمة محافظ معناها انه بيلتزم بالاخلاق والمبادئ، وانه يلتزم بتعليم الدين، هو اللي قال دعونا نعود مرة اخرى لكي نهنئ بعضنا بالكريسماس. يعني تخيل الكونجرس الامريكي قال لك لا، مش من حقك انك انت تقول لحد ميري كريسماس، هو قال لك لا هنقول ميري كريسماس، وقالها 100 مرة. يعني في يعني بدأ يرجع الحاجات التي كانت يعني جميلة في المجتمع الأمريكي، ومنها نعم. بالتأكيد الرجوع إلى الماضي حتى في الأغاني. هو النائب دمه خفيف. بتاعه، اختيار النائب بتاعه أنا توقفت عنده كثيرا، لأن النائب بتاعه ده أصلا كان من أشد المعارضين لدونالد ترامب، وعنده تصريحات يعني ضد دونالد ترامب كتير جدا يعني. لماذا اختار دونالد ترامب هذا النائب؟ ما أنا قلت لك هو بيغير جلده. في الفترة الأولى كان عنوان العمل مع ترامب الولاء. أي إن لم تكن ولاءك لترامب شخصا لن تكون في إدارته، وده بالتأكيد أثار عليه الكثير من الانتقادات. المفترض أن يكون الولاء للولايات المتحدة الأمريكية والدستور الأمريكي، فما يدخل معاه نائب رئيس شتمه في تصريحات قبل كده، ده معناته إيه؟ أنه يستطيع أن يتعامل حتى أنه لا مع يرفض الآخر كمان. بالظبط كده. وعلى ومرات فكرة النائب يعني ده جي دي فانس، جي من دي فانس أصول أصلا هندية. هو من اصول هند، يعني زوجته من اصول هنديه، وهو كمان قصه كفاح جميله صحيح. للامريكان من تحت من الصفر، الفقر من خالص، امه مدمنه المخدرات، من طفل كان ممكن ان يكون عضو في عصابه الى ماجستير ويعمل في سوق المال في الولايات المتحده الامريكيه، ويعني وانتخب في الكونجرس الامريكي، قصه نجاح جميله. دايما ده بيقولوا يعني الحلم ان كل حد في الولايات المتحده الامريكيه يمكن ان يكون نائب رئيس، يمكن ان يكون رئيس الولايات المتحده الامريكيه. ده في حد ذاتها رساله. الفوز طبعا ترامب، في اصدقاء لي يعني فازوا ايضا النهارده، ممكن نقول اسهمهم ارتفعت بشده اقتصاديه. ايلون ماسك، طبعا ايلون ماسك انا ايوه فهمت. ندمت ان انا ما دخلتش في تسلا قبل ما 12% ايلون ماسك النهارده. $36 في السهم يا انجي، ايوه $36 زياده في السهم، يعني يعني لو انت عندك 12% 100 زاد سهم ثروته. يبقى في $6000 مكسب. الراجل عوض النهارده الملايين الدولارات اللي صرفها في حمله ترامب الانتخابيه. هم حاولوا كمان بغباء ديمقراطي. طلع مدعي عام قال لك احنا هنوجه له اتهامات جنائيه عشان هو عمل جايزه $1,000,000، وده يومين. ضد قرارات الانتخابات الامريكيه. قال لك دي اعطيه، دي مش جايزه، انا بدي الناس فلوس. يعني ده غباء، زي الغباء اللي عملوه في استهداف ترامب، وقلت لك قبل كده وقلت في التصريحات قبل كده، ما يفعله الديمقراطيين ينصب في صالح ترامب. نعم صحيح. كل حاجه حاولوا يعملوها فيه عشان
يحطوه تحت، هو استخدمها وقف عليها وطلع فوق طبعا ووصل برضو إلى البيت الأبيض. ترامب شخصيا فاز اقتصاديا النهارده، يعني هو كان عامل العملة الرقمية بتاعته، العملة الرقمية بتاعته النهارده يعني برضو زاد اسهمها يعني. بالطبع، وعنده كمان السهم بتاعه بتاع الشركة بتاعته اي برضو يعني، بس هي فلكشويت اب اند داون يعني، اشكرك. هي انتخابية اكتر منها سوق مال ويعني وترتيبات اقتصادية يعني. أشكرك عبر السكايب من نيويورك، كنت معنا الدكتور ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي والمتخصص في الشؤون الأمريكية. من نص السنة دي وإحنا بنقول إن مجرم الحرب نتنياهو هيفضل يدحرج كرة النار ويمط في أمد الحرب لحد ما يتم إعادة انتخاب دونالد ترامب في البيت الأبيض، وتحديدا من وقت ما اتقال إن في خلافات ما بين نتنياهو وجو بايدن رغم الابتزاز الصهيوني العظيم للأمريكان طول الوقت السنة اللي فاتت من حرب الإبادة. وفعلا وصل نتنياهو للحظة اللي اشتغل عليها بكل قوة. بطبيعة الحال كان نتنياهو هو المهنئ الأول لترامب بعد ما وصل لهدفه، واعتبر فوز حليفه هو أعظم عودة في التاريخ تجدد التحالف العظيم بين الكيان الصهيوني وأمريكا زي ما قال نتنياهو. طبعا احنا اللي يهمنا هو موقف السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الجديد، وتحديدا مواقفه من غزة ولبنان. من غير كلام، ترامب حليف الصهاينة، صاحب وعد زيادة مساحة الكيان الصهيوني في دعايته الانتخابية، صاحب قرار نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة في فترة رئاسته الأولى. ترامب عاشق الكيان الصهيوني وكل أعضاء حكومة الإرهاب الصهيوني، ويعني هكذا رأينا اليوم احتفال في الداخل الصهيوني بوصول ترامب للبيت الأبيض، وخرج الإرهابي إتمار بن جفير وزير الأمن القومي بيقول إن انتصار ترامب هو بداية وقت النصر المطلق وعقوبة الإعدام لكل الإرهابيين، واللي طبعا بيقصد بيهم المقاومة في فلسطين ولبنان. ترامب هدفه إنهاء الحرب في غزة بشكل سريع، مش بس في غزة لكن كمان في لبنان، ووعد بتصحيح أخطاء بايدن وكامالا هاريس في التعامل معها وفرض سلام حقيقي في الشرق الأوسط. يعني هو ترامب قال كده، ولكن في الكيان الصهيوني متمنين أشياء أخرى كان قد وعدهم بها. ولكن ما هي ردود الأفعال التي صدرت من غزة بالتحديد من حركة حماس؟ خرج القيادي سامي أبو زهري بيفكر ترامب بوعوده ويحطه قدام تصريحاته بوقف الحرب على غزة في ساعات، وإن ترامب انتصر وخسر الديمقراطيين بسبب مواقفهم الإجرامية في غزة، وإن ترامب لازم يتعلم من أخطاء بايدن. حركة حماس بعدها طلعت بيان بيقول ان موقفها من ترامب هيكون الاساس فيه هو سلوكه العملي ناحية القضية الفلسطينية، وانها كحركة مقاومة مكملة في مواجهة الاحتلال ومش هتقبل اي مسار ياخد من حقوقهم. وبيتكلموا طبعا عن حق الدولة المستقلة اللي عاصمتها القدس الشرقية. على مستوى السلطة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأ ترامب انتخابه، وبصياغة دبلوماسية أكد أنه الفلسطينيين ملتزمين بسعيهم للحرية وحقهم في تقرير المصير والدولة حسب القانون الدولي، وثقتهم أن الأمريكان تحت قيادة ترامب هيدعموا حق الفلسطينيين. ترامب وعد بوقف الحرب، ولكن ازاي هيتم ده؟ لسه ما حدش يعرف يعني ايه اللي ممكن يحصل بعد ما ترامب بقى رسميا هو ساكن البيت الأبيض الجديد. إذن بين يعني التصريحات يعني متضاربة، ماذا سيحدث؟ هل ترامب الرئيس هيعمل كلام ترامب المرشح الرئاسي؟ ماذا سيحدث؟ معنا على التليفون توفيق أبو شومر الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. إذن اليوم كان بنيامين نتنياهو هو أول المهنئين لدونالد ترامب بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية. شايف إزاي مدى تأثير فوز ترامب على الأوضاع في غزة؟ وهل قوة العلاقة بين ترامب ونتنياهو معناها أن الحرب في غزة مكملة، ولا قوة العلاقة بينهم هتخليه يقدر ترامب يقدر يأثر على نتنياهو أنه يبقى في اتفاقية سلام ويتم وقف الحرب؟ شكرا جزيلا لك، لأنه هذا السؤال مهم جدا في هذا الوقت، هذا التوقيت مهم جدا، وهذا هو السؤال الذي يجب ده أن سؤال الساعة. نعم، هو سؤال الساعة، ماذا سيفعل دونالد ترامب؟
من يلاحظ سيرته السابقة خلال توليه في الفترة الأولى وبخاصة في عام 2018، أشرت لحضرتك إلى نقطة مهمة وهو نقل السفارة، عندما كانت هذه السفارة لا يجب أن تنقل، نقل السفارة ثم اعترف بالجولان، وهو ليس من حقه أن يقتطع من سوريا جزءا من أراضيها ويمنحها لنتنياهو، ولكنه فعل. ثم بعد ذلك اعترف نصف اعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرضنا، وهي حسب اتفاقية أوسلو أنها غير شرعية. ذهب إلى هناك وتذوق نبيذها في إحدى المستوطنات غير الشرعية. وبالتالي فإن دونالد ترامب الآن، وهو صاحب كتاب كما تعلمين، كتاب The Art of the Deal، وهو فن الصفقة، هذا الشخص الذي لا يتنبأ بما سيفعل، هناك معلبات قد جهزها أبرزها اغتصاب وادي الأردن ومنطقة سي. يعني هذه قد جهزها، ربما تكون هي الهدية التي يمكن أن يمنحها لنتنياهو، وهذه النقطة المهمة المركزية. مضافا إلى ذلك، هناك نقطة أكثر خطورة من كل هذه النقاط، وهي أنه سيوقف دعم الأونروا بعد أن قررت إسرائيل إخراج الأونروا عن القانون الإسرائيلي وعدم التعامل معها. فدونالد ترامب كان في عام 2018 قد أوقف الدعم المالي للأونروا، والأونروا مسؤولة عن إغاثة 6 مليون لاجئ فلسطيني، وقد أوقف الدعم لأنه دعم أمريكا كان بنسبة ربع في المئة لتقريبا ثلث، حتى أكثر، ثلث الدعم يأتي من أمريكا، 380 مليون دولار، أوقف 300 مليون دولار دونالد ترامب. ومن هنا فهو سيفعل شيئا كثيرا، أكثر بكثير مما يتوقعه كثير من المحللين الذين، يعني بعض المحللين السياسيين بيتوقعوا أنه هيعمل صفقة سلام كبيرة، بما أن حضرتك تتكلم عن كتاب The Art of the Deal اللي كتبه دونالد ترامب، يعني في كلام عن أنه ممكن يكون يعمل ديل سياسي كبير، صفقة سياسية كبيرة تنهي الحرب في غزة وما يحدث في لبنان. نعم، شكرا. يعني هو دائما الرجل الذي لا يمكن أن يتنبأ أحد بما سيفعله، وهو قال أنه دائما هو صاحب المغامرات الكبرى. نعم. كما نشر في كتابه. ومن هنا فهناك أشياء كثيرة جدا يعتزم تنفيذها، وبخاصة في المؤسسات الأممية، يعني ليس فقط الأونروا، وإنما هو في مجلس حقوق الإنسان اتهمه في زمن نيكي هيلي التي كانت موجودة تعربد في الأمم المتحدة وتتهم مجلس حقوق الإنسان بأنه متحيز ضد إسرائيل، هو الآن أيضا ضد المحكمة الجنائية الدولية أيضا. وهناك مؤسسات عديدة سوف يقوم فورا بالتأثير عليها أو حجب الدعم عنها، وهذه هي النقطة المهمة الموجودة. مضافا إلى ذلك أستاذة، هناك نقطة مهمة وهي حجب الدعم عن السلطة الفلسطينية. أنت تعرفين أن هناك دعم مالي كان قد التزم به الديمقراطيون، وهو دعم مالي أساسي يعني بتشجيع دول السوق الأوروبية المشتركة، أنا أخشى أن يفعل ذلك، ومن هنا سيتقوض أيضا التيار المعتدل في فلسطين المتمثل في السلطة الفلسطينية. وهذه أيضا نقطة مهمة، هناك تحولات عديدة في هذه المنطقة ربما يقودها إلى كارثة أخرى. يعني أنا أتوقع دائما أن تكون هناك كارثة أخرى مضافة إلى الكارثة الموجودة الآن، وهي كارثة غزة وكارثة الضفة الغربية المحجوبة على الإعلام. أيضا الضفة الغربية الآن يتم العربدة فيها يوميا في نابلس وجنين وطول كرم، وكنا بالأمس نتحدث عن عمليات على الأرض لتهويد القدس. نعم 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 نعم. وأنا أتذكر قبل أن يتولى، قبل أن ينجح يعني بحوالي 6 شهور، التقى مع اللوبي اليهودي في أمريكا، ولكنه التقى أيضا مع ممثلين من الجاليات العربية أو الأمريكان من أصول عربية، وهو فاز في ولاية ميتشيغان، ويعني المعروف أنه الأصوات المسيطرة على هذه الولاية هم الأمريكان من أصل عربي مسلم.
نعم هذه يعني صوت العرب المسلمين لترامب. نعم نعم هذه مفارقة عجيبة أستاذة، يعني هذه المفارقة هي مفارقة عجيبة بالفعل، أن كثيرين قد يأسوا من الديمقراطيين فلجأوا إلى انتخاب. نعم وصلت فكرة حضرتك. ليسوا مقتنعين. سيد توفيق أبو شومر الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. طيب ترامب اتكلم كتير عن حرب لبنان في فترة الدعاية الانتخابية، قال انه عايز يوقف الحرب دي بشكل سريع وبشكل نهائي عشان ما تتكررش المواجهات كل كام سنة في المنطقة، واكيد سياسته هتكون بتخدم مصالح الكيان الصهيوني بشكل او باخر. يمكن ده اللي خلى الامين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يرد على انتصار ترامب اللي جاي مع ذكرى اربعينية حسن نصر الله، ان الانتخابات الامريكية ملهاش اي قيمة بالنسبة له، وقرار الحزب مش بيتبني على حسب نتيجة انتخابات الامريكان، وأكد على أن الكيان الصهيوني هيصرخ من الصواريخ والمسيرات، وأن مفيش مكان في الكيان برا الأهداف. ده كان موقف حزب الله، لكن معظم القوى السياسية التانية في لبنان رحبت بفوز ترامب ومنتظرة مواقفه من الحرب. في مصادر سياسية كان لها تصريحات منشورة في وكالات الأنباء بتتكلم عن أيام صعبة على حزب الله مع وجود ترامب في السلطة. على الأرض كان في غارات رهيبة على مدن وقرى جنوب لبنان وبيروت الجنوبية، وعدد شهداء لبنان يعني اليوم بالعشرات، وبعدها كان في رد صاروخي من حزب الله على تل أبيب وعلى مطار بن غوريون وحيفا، وأهداف وقواعد عسكرية في العمق الصهيوني. جبهة لبنان يا جماعة اشتعلت أكتر وأكتر على وقع إعلان فوز ترامب، والكل في انتظار تمكينه من القرار بشكل رسمي في بداية السنة الجديدة، ومحدش عارف هل الحرب هتفضل على الوتيرة دي لحد يوم 20 يناير اللي جاي مع تنصيب ترامب، ولا هيكون الوضع ممكن يتغير، خاصة أنه بعض المصادر الإسرائيلية طلعت وقالت لصحف أمريكية أنه ممكن نتنياهو ينهي الحرب بسرعة عشان يكسب حليفه ترامب ويكسبه مكاسب دبلوماسية في بداية حكمه. من بيروت ينضم لنا سيد جوزيف القصيفي نقيب الصحفيين اللبنانيين، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. كيف تتوقع أن يكون تأثير تنصيب دونالد ترامب كرئيس قادم للولايات المتحدة الأمريكية على الحرب في لبنان؟ مساء الخير. أهلا بحضرتك. أولا أنه في الحقيقة أنه لبنان هو في قلب الصراع في منطقة الشرق الأوسط. نعم. وهو أحد دول الطوق، وهو بلد مجاور لإسرائيل، وهناك مواجهات متكررة منذ الثمانينيات بين إسرائيل وبين مجموعات كانت فلسطينية، تنظيمات فلسطينية في السبعينيات والثمانينيات، ثم جاءت المقاومة الوطنية فالمقاومة الإسلامية. وعلى ما أعتقد أنه كان هناك حساب مفتوح ولا يزال جاريا بين إسرائيل وبين لبنان، وأكثر من مرة كان هناك تعويل على مبادرات أمريكية وأوروبية وأحيانا عربية، وكانت النتيجة هي أحيانا تنجح في إرساء هدنة تطول لسنوات، وفي أحيان لأشهر، وفي المحصلة كانت الحرب تعود على نحو أشرس. واليوم في لبنان هناك من يعول الكثير على نتائج الانتخابات الأمريكية، سواء فاز الديمقراطيون أو الجمهوريون، وهناك من يراهن أيضا على أن فوز الرئيس ترامب قد يعطي دينامية للحل، سواء الحل على النار أو بالدبلوماسية. نعم، يعني هل هناك تفاؤل في الداخل اللبناني بالنتيجة؟ لا أعتقد أن يعني أن هناك جو عام يأمل، ولكن الوقائع على الأرض تكون دائما مختلفة.
هو ترامب قبل 3 أيام من الانتخابات قال أعرف الكثيرين من لبنان وعلينا إنهاء هذا الأمر برمته، وهو يعني عنده جوز بنته لبناني ومن أصول لبنانية. نعم، هو قال هذا الكلام لأغراض انتخابية. نعم. في إطار الحملة التي قام بها. نعم. ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمين الدولة العميقة هي التي تتحكم بالسياسات، هناك مجلس الأمن القومي، هناك المخابرات، وهناك وزارة الدفاع، ودور وهامش وزارة الخارجية في زوغ الحلول. نعم. بدأ يضمر منذ سنوات طويلة. وبالتالي فنحن اليوم في مرحلة إعلان نيات وإعلان مواقف في انتظار أن يتسلم الرئيس ترامب يوم 20 يناير. نعم. طب حزب الله النهارده استهدف مطار بن غوريون، هل دي بداية لمرحلة من تجاوز الخطوط الحمراء؟ أصلا الخطوط الحمراء جرى تجاوزها منذ زمن. يعني دي الخطوط ما بعد الحمراء. يعني لا ولا استطيع ان اقول خطوط ما بعد الحمراء. امال هي ايه؟ تعلمين ان المسيره التي اطلقت وحلقت فوق منزل نتنياهو لم قيصاريا تكن يعني تجاوز خطوط للخطوط الحمراء. نعم. انا اعتقد انه من المبكر الحكم على نية ترامب وأيضا على قدرته شخصيا، لأن الأمر لا يتعلق به كرئيس للجمهورية رغم أنه رئيس قوي وجاء بتأييد شعبي. نعم. ملحوظ، ولكن كما قلت وأشرت أن هناك الدولة العميقة هي التي تتحكم في المسارات. ولا تنسي اليوم أن نتنياهو كان أول المرحبين والمبتهجين بفوز الرئيس دونالد ترامب. يعني صحيح. كل فريق، يعني هناك فريق في لبنان يعول على الرئيس ترامب بأنه سوف يتحرك لإيجاد حل ما ولتحريك الملف، وهناك الجانب الإسرائيلي مبتهج ويعتقد أن وصول الرئيس ترامب هو عامل مساعد له ليكمل ما بدأه. نعم. وليتابع الإجرام الذي يقوم به على النحو الذي تشهدين. نعم. كل يوم غارات تسوي المنازل بالأرض، وهناك النهاردة الجيش الإسرائيلي دمر 37 بلدة في جنوب لبنان تماما. طب لا يعني لا يعني ما من أحد على أرض الميدان ليفيدنا بالتحديد ماذا حصل، ولكن يعني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى اليوم 37 بلدة دمرت. بل بالمحصلة نعم. أيا تكن الأعداد فإن هول الدمار والخراب والخسائر البشرية يعني تفوق الوصف. صحيح. وبالتالي أنا أعتقد اليوم أن ما تقوم به إسرائيل بات اليوم القصف للقصف وتدمير للتدمير، على نسق الفن للفن يعني. نعم. لأنه ضرب وأمعن وقتل قيادات في حزب الله وفجر أجهزة البيجرز. نعم. بطواقم تابعة للحزب، وقام بما لم تقم به دولة من قبل ضد أي دولة. صحيح. أو ضد أي مقاومة. صحيح. وبالتالي اليوم من المبكر التفاؤل المفرط أو والتشاؤم المفرط. صحيح. يعني أوافقك علينا الرأي. أن ننتظر، أن الانتظار هو سيد الموقف في هذا الموضوع. أوافقك الرأي، ولكن تمام. أنا شخصيا لست من المتفائلين كثيرا بأن الأمور سوف تسلك سبيلها إلى الحل في الوقت القريب، وأعتقد أنه كتبت أنا منذ يومين في صحيفة الجمهورية اللبنانية أن لبنان سيواجه أياما عجاف، ويعني أيضا ستكون هناك جولات من العنف وجولات من الرد. وما قصده أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ليس رسالة إلى رئيس ترامب بمناسبة انتخابه، ولا أيضا أعتقد عنا بكلامه أن الانتخابات الأمريكية
لا محل لها في حساباته، ولكن لأرسل رسالة إلى إسرائيل ليقول بأن الحزب استعاد القيادة واستعاد السيطرة، وأن مقاتليهم موجودون في الميدان، وأن باستطاعتهم المقاومة والثبات في وجه الهجمات الإسرائيلية. ولذلك شاهدت ما شاهدت اليوم من تصعيد عنيف في الاتجاهين، وليس قليلا يعني أن تصيب قذيفة صاروخية مطار بن غوريون، ولا أيضا الدمار الذي حصل في لبنان في بعض مدن الشمال الإسرائيلي. يعني نحن في يعني مرحلة مثل ما بقولوا باللبناني على السخن. نعم، وأيضا ليس قليلا ما حدث في الداخل اللبناني. أشكر حضرتك شكرا جزيلا من بيروت جوزيف القصيفي نقيب الصحفيين اللبنانيين. الموقف الرئيسي في الشرق الأوسط مرتبط دلوقتي وبشكل كبير بالسياسة الأمريكية ناحية إيران، والسؤال اللي بيفرض نفسه هو إيه موقف ترامب من إيران اللي في الوقت الحالي بتحرك كل الأذرع بتاعتها في لبنان واليمن والعراق وسوريا لدعم غزة وحركة حماس، يعني اللي هو حلفائها في هذا الملف. ترامب من خلال تصريحاته في مؤتمراته الانتخابية كشف أن سياسته قائمة على الضغط على إيران بكل الطرق وتكسير طهران أو تكتيف طهران وقدرتها بالعقوبات على البترول الإيراني. كل التوقعات بتتكلم عن إمكانية تمكين إسرائيل من ضرب المواقع النووية وتنفيذ اغتيالات في الداخل الإيراني، وطبعا وقف التفاوض مع النظام الإيراني ودعم النشطاء والمعارضة للنظام الملالي، لأنه شايف أن إيران مش هتقدر تكمل تمويلها ودعمها لأذرعها العسكرية في المنطقة بالطريقة دي. طيب ايه ردود الافعال من الداخل الايراني على انتخاب ترامب؟ متحدثة حكومة ايران فاطمة مهاجراني قالت النهاردة انه انتخابات الامريكان ما تهمناش ومش هتأثر على ارزاقنا، اللي هو يعني احنا ملناش دعوة بالامريكان، هم جابوا مين وما جابوش مين، احنا في سكتنا مكملين. لكن نائب قائد الحرس الثوري علي فدوي كان رده أن طهران ما تستبعدش ضربة أمريكية صهيونية لمنع إيران من الرد على هجمات جيش الاحتلال الأخيرة. من الآخر إيران هتواجه وبشكل مباشر سياسة مختلفة من الرئيس ترامب، وكمان انتخاب ترامب هيكون ليه تأثير على حجم وطبيعة الرد على ضربة الصهاينة الأخيرة على إيران واللي كانت مستنية تحديد مصير الضربة. هل هتكون ضربة مدارة ومتفق عليها وفق قواعد اشتباك، ولا هتكون ضربة مفتوحة بتعلن عن مرحلة جديدة من الحرب؟ ده اللي هنشوفه في الفترة الجاية. معانا على التليفون دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشؤون الإيرانية. إذن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن معيشة الإيرانيين مش هتتأثر بمين هو الجالس في البيت الأبيض، وقالت كده بالفم المليان الانتخابات الأمريكية لا تعنينا. وطبعا معروف إن دونالد ترامب في فترة ولايته الأولانية عمل عقوبات مؤثرة وموجعة لإيران. كيف يمكن أن تتأثر إيران سواء في على المستوى الاقتصادي أو على مستوى الملف النووي أو أيضا على مستوى نوع الضربة اللي هترد بيها على الضربة الإسرائيلية؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وكل السادة المتابعين الكرام. يعني أعتقد أن احنا بنمر بمرحلة شديدة الحساسية، مرحلة انتقالية يتم فيها تحسس سياسات الرئيس دونالد ترامب. هل هيكون الرئيس ترامب على نفس النسخة السابقة في فتراته الأولى، أم أن هناك بعض ملامح ومؤشرات التغير في هذه السياسة؟ فاعتقاد أن دونالد ترامب ما زال يستخدم الشعبوية، كان ده واضح في حملته الانتخابية، ما زال تأثير الشعبوية موجودة، وبالتالي من المتوقع أن احنا هنجد بعض التصريحات الصدامية، ويمكن الأيام القادمة ستكون مؤشر لذلك. فيما يتعلق بفترة الحملات وما قبل الانتخابات، أعتقد أن يمكن كان هناك ترقب وتوجس من الجانب الإيراني لهذه الانتخابات، حاول فيها النظام أن يلقي ببعض الرسائل التي تؤكد أنه غير معني بطبيعة الرئيس القادم وأن ذلك لن يحدث فارقا كبيرا، وده على عكس حقيقة الأمر. يعني النظام الإيراني كان
لا يريد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة، ورغم وجود توقعات كبيرة بأنه هو الرئيس القادم. أعتقد أن يمكن بما أننا ما زلنا إذا أمر واقع، أعتقد أن تصريحات فاطمة مهاجراني يمكن كانت تريد تأكيد على نفس الهدف ونفس النغمة الإيرانية، ولكن من الواضح أن هناك اضطراب وعدم ترحيب من الجانب الإيراني. باعتقادي أن لو كان هناك كامل هاريس كرئيس الجمهورية كان هناك سيكون ترحيب وتهنئة رسمية من الرئيس مسعود بزشكيان، هذا لم يحدث حتى هذه اللحظة. كمان تصريح نائب رئيس الحرس قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أنه إسرائيل لا تملك القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا، مستودعاتنا بها أسلحة كافية لذلك. هذا التصريح في هذا التوقيت بيدل أنه هناك نوع من التحدي بالنسبة لسياسات الرئيس دونالد ترامب. أنا شايف أن احنا علينا أن نتابع الموقف بدون نوع من المبالغة والارتفاع بالسقف التوقعات من دونالد ترامب، وبدون التهوين من مواقفه، خاصة بس هو في وقت كان إسرائيل بتحضر لردها على إيران، قال ترامب وهو كان في إحدى جولاته الانتخابية قال إنه مع ضرب المنشآت النووية الإيرانية. يعني ده كان التصريح الأبرز بالنسبة للرئيس دونالد ترامب. أنا شايف أن يمكن مثل هذه التصريحات بتعبر عن جملة سياسات الرئيس، وهي تصريحات يجب أخذها بشكل جدي وبشكل مهم، ولكن لا يمكن تطبيق كل ما يخرج عن لسان الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنه هو يتبع خطاب شعبوي يعتمد على العاطفة والتأثير وإظهار الكاريزما والقوة. لكن أعتقد أن مسألة ضرب المنشآت النووية مع وجود دونالد ترامب لم يكن ليحدث هذا السيناريو، هو مجرد تصريح للتأكيد على دعمه للجانب الإسرائيلي، ولكن هو بالتأكيد سيختلف عن إدارة جو بايدن، سيكون هناك مزيد من الدعم للجانب الإسرائيلي. أعتقد أن على النظام الإيراني أن يحسب حساباته بقدر من التأني والدراسة بشكل أكبر مما كانت عليه في ظل إدارة جو بايدن. عايز أقول في عجالة أن الرئيس دونالد ترامب ربما سيعتمد على تقوية قدرات إنتاج وتوزيع وتوريد النفط الإيراني، وده اللي هيؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد الإيراني. أعتقد أن دي هتكون الخطوة الأولى بالنسبة لدونالد ترامب. أعتقد أن السياسات لن تكون واضحة وواحدة، سيكون هناك اختلاف في التفاصيل، والوقت سيجيب على كافة هذه الأسئلة. أشكرك دكتور هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات والخبير في الشؤون الإيرانية. مش بس السياسة اللي هتتأثر بفوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية وسقوط الديمقراطية كمالا هاريس، لأن كل واحد منهم بيمثل منطق ومنهج اقتصادي مختلف تماما. الانتخابات أثبتت أن الاقتصاد هو اللي حسم انحيازات الأمريكان، لأنه ترامب ركز على الاقتصاد بشكل كامل وحط المصالح الاقتصادية الشخصية للناخبين قبل أي اهتمامات تانية. ترامب رفع شعار عض قلبي ولا تعض رغيفي، فطرح أفكار عن تخفيض الضرائب، تقليل تكلفة برامج الرعاية الصحية، السيطرة على سوق الطاقة العالمي، تنشيط البورصات، أسواق العملات المشفرة، وحسم الانتخابات بشكل سريع ومن غير أي قلق ولا مناوشات، عمل حالة استقرار سريعة في أسواق السندات والأسهم وأسعار المساكن والأسواق المختلفة، لأنه كان في خوف شديد من أن الانتخابات توصل لمرحلة الفوز المشكوك فيه زي انتخابات 2020، واللي حصل بعدها أحداث سياسية ما كانش حد هيقدر يتحملها أبدا من المستثمرين. كل التوقعات النهاردة بعد إعلان فوز ترامب وسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ والنواب توقعت ارتفاع مؤشرات الأسواق الرئيسية زي مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر S&P 500، لأن السيطرة دي هتضمن تنفيذ خطط خفض الضرائب وتمكين ترامب من تنفيذ رؤيته بخصوص رفع التعريفات الجمركية اللي هتزود الإيرادات وتعوض تراجع عوائد الضرائب مع الخفض المتوقع، وده بشكل مؤكد هيسيب أثر على معدلات الفايدة وكمان قوة الدولار وأسعار الطاقة، وكل دي عوامل هيكون ليها صدى عالمي كبير، لأنه أمريكا بحجم ناتجها المحلي الأكبر في العالم هي اللي بتقود حركة الاقتصاد مع هيمنة عملتها على التجارة الدولية على كوكب الأرض كله. عبر سكايب ينضم لنا دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة، منورنا. كيف هي الآثار الاقتصادية على فوز ترامب اليوم في هذه الانتخابات الرئاسية التاريخية التي وصفت بأنها تاريخية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة وتحياتي لكم. وأعتقد أن دونالد ترامب لديه أجندة
بعضها إيجابي وبعضها سيكون له آثار سلبية. نعم يقدم وعود كبيرة، تخفيض ضرائب، رفع المعونات للعاطلين عن العمل، كذلك تحفيز الشركات لكي ترتفع أسهمها وتتوسع في التجارة العالمية وغيرها. ولكن الشيء السلبي الذي سيؤذي المستهلك الأمريكي والشركات الأمريكية والمزارعين بشكل خاص، وهو السياسة الحمائية، أي فرض جمارك على كل الاستيراد بين 10 إلى 20% على كل شيء من حيث من يأتي من أي مكان، سواء من إفريقيا أو من أوروبا أو من الصين، و60% على المنتجات الصينية المستوردة. إذا فعلا طبق هذه السياسة الحمائية ماذا سيحدث؟ سترتفع الأسعار، أسعار المستهلك، تكلفة الشركات التي تشتري مواد خام من خارج الولايات المتحدة وخاصة من الصين. لذلك هذا سيغذي بدوره التضخم. صحيح. الذي يكافحون برفع أسعار الفائدة للتخلص منه، والآن سيرتفع التضخم مجددا. كذلك المستهلك سيدفع أسعارا أعلى للمشتريات التي صنعت في الخارج ووصلت إلى أسواق الولايات المتحدة. نعم. هناك تقديرات من صندوق النقد الدولي أنها ستعيق النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي، سيخسر الاقتصاد العالمي تقريبا 1.6% عام 2026 تقريبا 2025 تقريبا 1% هذا العام، وسيرتفع التضخم أيضا، وهذا خبر سيء جدا للاحتياط الاتحادي أو البنك الفيدرالي المركزي. هو ليه بيقولوا أن الفيدرالي الأمريكي لو عطس أصيبت البنوك المركزية في العالم كله بالزكام؟ نعم نعم، لأن بنوك العالم تراقب ما يحدث وعليها اتخاذ الإجراء المناسب لحماية العملة المحلية، لحماية ميزان التجاري والسلع المقومة بالدولار. لا ننسى أن السلع الحيوية الهامة جدا مثل النفط والغاز وحتى القمح كلها مقومة بالدولار. أيوة. الأمريكي، وحتى المعادن الثمينة مثل أيوة. الذهب. أيوة. تأثير يعني أنه ترامب فاز على أسواق الذهب إيه؟ هو لا يستطيع أن يرفع أو يخفض أسواق الذهب. الأسواق تستجيب طفئ الضوء مع حضرتك، سامعين حضرتك، اتفضل. أنا سامع حضرتك، اتفضل كمل كلامك. الأسواق تستجيب ويكون لها رد فعل على السياسات المطبقة. لا يستطيع الرئيس ترامب نفسه أن يرفع سعر الذهب أو يخفضه أو يرفع سعر النفط، لكن سياساته هتأثر إزاي؟ الأسواق تتفاعل مع ما يحدث. ولذلك على ترامب أن يكون حريصا أن لا يؤذي المستورد الأمريكي المستهلك المزارع. المزارع الأمريكي في ولايات الغرب الوسطي، ميد ويست، اللي مثل أيوا ويسكونسن، تنتج تبيع منتجات زراعية حول العالم، والصين تشتري بعشرات المليارات سنويا. لذلك لا يريدون تعرفة جمركية. التعرفة الجمركية التي سيفرضها ترامب حسب بعض التقديرات ستضيف 2500 دولار لنفقات العائلة الواحدة. نعم. وقد أيضا يعني يقال أن الاقتصاديات الناشئة سوف تتأثر سلبا بفوز ترامب. الذين يصدرون للولايات المتحدة سيخسرون. نعم. البرازيل والأرجنتين مثلا. نعم. تصدر منتجات زراعية، وأيضا وإذا فرض عليها تعرفة جمركية. نعم. معنى ذلك تصبح أقل مرغوبة، أقل في الولايات المتحدة، وسيخسرون. وإذا كان هناك، وهنا أخطر نقطة،
وإذا كان هناك ردود فعل انتقامية، نعم، ماذا سنرى؟ سنرى حرب تجارية. الحرب التجارية وهذه لها تأثير ليس فقط على الصين وعلى الولايات المتحدة، تؤثر على الاتحاد الأوروبي، على أفريقيا، على كل دول العالم. نعم. حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة أكثر من نصف تريليون دولار سنوياً. صحيح. 2022 حوالي 530 مليار، ومن أوروبا الاتحاد الأوروبي حوالي 550 مليار. إذا فرضت تعارف جمركية على تلك الأرقام ستكون كارثة اقتصادية. نعم. دكتور نهاد، اسمح لي يعني حديث حضرتك يعني نريد منه أن يعني نستفيد به أكثر، فلو تسمح لي أخذ معاد من حضرتك لنكون على الهواء مرة أخرى في مقابلة مطولة لكي نتحدث كثيرا عن يعني هذا العالم وكيف أن المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على كل مناطق العالم، وكيف للمواطن في أي بلد في العالم أن يتحوط وأن يحاول أن يدير اقتصاده الخاص بطريقة مثلى، وكيف للدول أيضا المختلفة أن تدير اقتصادها في الفترة القادمة. هل تسمح لي بهذا الموعد؟ شكرا، اتصلوا ونعمل موعد. أشكر حضرتك، شكرا، شكرا جزيلا. شكرا. من لندن كنت معنا عبر السكايب دكتور نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. بعد الفاصل، ماذا بعد انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا 4 سنوات قادمة؟ لماذا انتصر ترامب وسقطت كامالا هاريس في فخ الهزيمة المنكرة؟ هل أثرت السياسة الخارجية على موقف النائب الأمريكي؟ إيه هو مصير الحرب العالمية على غزة ولبنان؟ وإزاي هينفذ ترامب وعوده بإنهائها سريعا؟ ليه ركز نتنياهو على إطالة أمد الحرب لحد وصول ترامب للبيت الأبيض؟ هل هتستمر حرب الإبادة في غزة والقصف العنيف على لبنان بنفس الوتيرة لحد ما يستلم ترامب السلطة في 20 يناير الجاي؟ ازاي هيدير محور المقاومة معركته لإسناد غزة في المرحلة الجاية؟ هيدير الملف ده ازاي؟ ايه حدود المواجهة الأمريكية مع الصين؟ وايه طبيعة العلاقة مع روسيا وكوريا الشمالية؟ ايه اللي هيتغير في خريطة وسياسة حلف الناتو مع وصول ترامب للسلطة؟ عن مستقبل التغيرات السياسية في المنطقة والعالم بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية هيدور حواري مع ضيفي العزيز دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. انتهى الثلاثاء العظيم في أمريكا بانقلاب سياسي. فأمريكا اللي بتقود العالم وتفرض إرادتها عليه انتصرت وعود ترامب على منطق بايدن ووارثته ووريثة حكمه كامالا هاريس. خسرت المرشحة الأمريكية اللي روجت استطلاعات الرأي لإمكانية فوزها بسقوط مروع قدام مرشح واجه كل التحديات بما فيها إمكانية محاكمته وحبسه في قضايا أخلاقية ومالية وسياسية. انتصر ترامب العائد بقوة وصاحب بشارات عودة أمريكا العظمى والمدجج بمجموعة من الوعود اللي خطبت الناخب الأمريكي من باب مصلحته المباشرة. عاد المغامر اللي قدامه فترة رئاسية أخيرة هيدير فيها العالم بمنطق التاجر اللي من مصلحته تأهيل العالم إنه يكون سوق كبير مستقر ما فيهوش قوة مهيمنة إلا أمريكا. لكن رغم أن الاقتصاد كان هو مفتاح فوز ترامب، إلا أن السياسة كانت جزء أساسي من أسباب خسارة كامالا هاريس اللي دفعت فاتورة رئيسها جو بايدن وسياسته اللي دعمت الحروب ونشرت الخراب والرعب في العالم وفشلت في وداع فترة حكمه بسلام عالمي يرسم ملامح للتنمية. فاز الدولار على القنبلة، انقلب المنهج اللي كان بيقول ان الجمهوريين هم انصار الحروب الكبرى، وفاز مرشحهم ونوابهم وسيطروا على الكونجرس الامريكي شيوخ ونواب عشان يتمكن ترامب من فرض ارادته من غير مناكفة، من غير ما حد يناكفه، من غير ما حد يراجعه ولا حد يحاول السيطرة عليه. العالم داخل على 4 سنين من المغامرات السياسية والاقتصادية غير مأمونة العواقب، وإحنا في هذه البقعة من الأرض في الشرق الأوسط يهمنا بالدرجة الأولى مصير الأوضاع على الأرض، وإيه هو مصير الحرب العالمية على غزة ولبنان وطريقة التعامل مع إيران اللي واخدة زمام المبادرة في الصراع الدائر في المنطقة عن طريق أزرعها في لبنان والعراق وسوريا واليمن وفي غزة كمان. إزاي هيتعامل ترامب مع قضايا الشرق الأوسط اللي كمان هتكون عينيها على الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن
الإفريقي، ده اللي يهمنا من متابعة المشهد الانتخابي الأمريكي اللي سيطرت عليها الإسكتشات الكوميدية وسياسة الغمز واللمز والتلقيح، واستنزفت كل انتباه كمالا هاريس في وقت كان فيه ترامب بيشتغل على الملف الاقتصادي بكل قوة وبيحشد الأصوات في صالحه ويحقق فوزه التاريخي. عن المشهد القائم والقادم أيضا وسياسة ترامب وتأثيرها على الشرق الأوسط بكل قضاياها يكون حواري مع ضيفي العزيز دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. يا مساء الفل. مساء الخير استاذ. لابس زي ترامب النهارده بالظبط. يعني تحس ان في مد جمهوري احمر في كل مكان، مش بس في امريكا، في العالم كله. مش كده، انا بس عاوز اسال حضرتك في الاول، احنا لغايه امبارح كانت الاستطلاعات الراي كلها بتشير الى يعني انه كامالا هاريس هي اللي هتفوز. جه الواقع على الارض غير كل التوقعات بتاعه استطلاعات الراي. هل انتهى عصر استطلاعات الراي؟ ما الذي حدث؟ اولا اهلا بك استاذ انجي مره ثانيه وبكل الساده المشاهدين. طبعا استطلاعات الراي في امريكا هي استطلاعات احترافيه جدا، بتحاول تاخد كل العوامل المتغيره والثابته بحيث توصل لافضل نتيجه. لكن هو في الحقيقه يمكن في انتخابات التجديد النصفي في 2022 فشلت لان كانت متوقعه ان يكون في موجه يعني حمراء في مجلس النواب تحديدا وما حصلتش. النهارده اللي احنا شفناه في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه انا في رايي فشل، وفشل ذريع. لكن هذا الفشل في تقديري لا يعود الى يعني مؤسسات استطلاع الراي او اللي شغالين على مؤسسات استطلاع الراي، بقدر وجود عوامل جديده في سواء في عمليه العمليه الانتخابيه نفسها او في عمليه الفرز. هذه العوامل الجديده انا في رايي لم تعكسها بطريقه او باخرى استطلاعات الراي. يعني على سبيل المثال، معروف في اي انتخابات عندنا اثنين كبار كامالا هاريس ودونالد ترامب. الطبيعي في اي صندوق انتخابي الناس بتفرز ازاي الصوت ده لكامالا هاريس يروح، الصوت الثاني يروح لدونالد ترامب. هذا هو الفرز الطبيعي اللي الناس كلها تعرفه. لا، الولايات المتحده الامريكيه 19 ولايه من ال 50 ولايه غيروا النظام ده، قالوا احنا هنعمل فرز يسمى الفرز التفاضلي. يعني ايه الفرز التفاضلي؟ احنا في مرشحين تانيين للرئاسه غير دونالد ترامب وغير كامالا هاريس على المستوى، سواء على المستوى الوطني على مستوى الولايات المتحده الامريكيه زي مثلا جيل شتاين، او حتى على المستوى المحلي ممكن تلاقي مرشح للرئاسه في ولايه كاليفورنيا، في ولايه نورث كارولاينا، في انديانا وهكذا. الفرز التفاضلي ده بيعمل ايه؟ بيقول انا عايز استفيد من كل راحوا صندوق الانتخابي. فيجي بعد لو ما فيش مرشح من الاثنين خد 50% زائد واحد اللي هو يخليه يفوز من اول جوله، بيعتبر بعد كده جولات ما بين كل المرشحين للوصول الى المرشح الافضل. عشان كده سموه الفرز التفاضلي. يعمل ايه؟ يجي اخر واحد بيعمل حاجه اسمها الاختيار بالاستبعاد. يعني هو هيوصل للمرشح اللي يختاره في الصندوق ده الانتخابي باستبعاد الاقل. يجي اقل واحد مثلا واخد 3 اصوات يروح مستبعده اولا، وياخد الثلاثة اللي خدهم من تحت خالص يديهم لتاني واحد في القائمة. التاني ده لسه كما هو في ترتيبه بعد ما خد الثلاث اصوات تاني ولا اول؟ لو لسه تاني ياخد برضه من تحت ويديله الى ان يظل، الا ان الاول يبقى تاني. فيبدا ياخد من تحت كمان ويدي التاني اللي هو كان اول. الى ان يظل اثنين فقط. يظل الاثنين فقط، الاول هو اللي بقى فايز. استطلاعات الراي لا تستطيع ان تعكس هذا النظام في استطلاعات الراي. هو استطلاع الراي بالمناسبه اكبر استطلاع راي في الفتره اللي فاتت كلها كان 1088. يعني هو بيعمل استطلاع رأي في 50 ولاية أمريكية، بيجيب العينة بتاعته 1088. ال 1088 بيعمل لهم إيه؟ مش بيقابلهم. ال 1088 جزء منهم بيبعت له رسالة على الواتساب أو بيبعت له رسالة على الإيميل، في أحسن الأحوال بيكلمه في التليفون. وبالتالي فكرة الاتصال المباشر بينه وبين اللي بيسأله مش موجود. يعني انتهى زمن استطلاعات الرأي في أمريكا خالص، تراجع بشكل كبير جدا. وأنا في رأيي صعب التعويل عليه في الفترة اللي جاية. يعني في الانتخابات اللي جاية في رأيي محدش هيصدقه كتير. خلاص، احنا من الانتخابات اللي فاتت برضو كان فيها مشكلة برضو في استطلاعات الرأي. هل اللي حصل فوز لترامب ولا فوز للترامبية؟ أنا أعتقد فوز للترامبية لسبب، لأنه الذي فاز ليس فقط دونالد ترامب في الرئاسة، لكن احنا شايفين موجة حمراء في مجلس الشيوخ.
في مجلس النواب متقدم الحزب الجمهوري، في مستوى حكام الولايات كمان، في حتى القضاة المرشحين للمحكمة العليا الأمريكية هناك، هو لم يتم الفرز بشكل نهائي، لكن على الأقل حتى هذه اللحظات اللي رشحهم ترامب أو الجمهوريين هم الآن في الصدارة. ده رقم واحد. نعم. رقم اثنين، كان في العادة سواء في انتخابات 2016 أو انتخابات 2020 كان الفوز تحديدا في الولايات المتأرجحة بيكون بكمية أصوات بسيطة، يعني على سبيل المثال فاز دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا في عام 2016 على هيلاري كلينتون بفارق لا يزيد عن 12,000 صوت. رجع جو بايدن فاز في 2020 في نفس الولاية على دونالد ترامب ب 17,000 صوت. دونالد ترامب في هذه الجولة في اليوم فاز بكام؟ فاز بأكثر من 230,000 صوت على ولاية كانت تعتبر أو كان ينظر إليها من ضمن ما يسمى ولايات الجدار الأزرق. أيوة اللي بتأمن وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض. تستغربي أكثر لما تدخلي في عمق الأرقام وتكتشفي أن دونالد ترامب فاز في مدينة مثل مدينة فيلادلفيا. مدينة فيلادلفيا هي تعتبر خامس يعني أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المدن التاريخية في بنسلفانيا، لأن فيها اتكتب الدستور الأمريكي. يعني هي كانت من ضمن 13 ولاية الأولانيين اللي أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية. دايما معروف أن الجمهوريين يفوزوا في الأرياف وفي المدن الصغيرة، لكن المدن الحضارية الكبيرة دايما يفوزوا الديمقراطيين. تخيلي لما دونالد ترامب يفوز في تصويت عقابي ولا دقيقة. أنا في رأيي لا، المواطن الأمريكي يعني كان عنده شوية مشاكل الديمقراطيين لم يحلوا هذه المشاكل. نعم. يعني جزء دايما كان نابليون بونابرت له يعني مقولة شهيرة. كان دايما يقول الجيوش تمشي على بطونها، وكان يقصد ان الاقتصاد مهم جدا. الجيوش دايما منضبطة وتقدر تتحمل وتقدر تقاوم الجوع والتعب. هو كان يقصد ما بالك بقى لو الشعوب العادية، الناس بالزبط. المدنيين العاديين. فالاقتصاد عندهم كان مؤثر بشكل كبير جدا. عملوا الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة فيما يسمى بالبريكفاست باسكت، يعني قال لك المواطن الأمريكي تعال نشوف البقالة اللي كان بيصرف كام بقالة في عهد دونالد ترامب. كان بيصرف حوالي $150 الأسرة بتتكلم من تتكون من أربع أفراد. كان بتتكلف $150 بقالة في الشهر. في عهد جو بايدن وصلت $270. هم كانوا شايفين إن ده أساسا بسبب إخفاق من يعني كامالا هارس وجو بايدن، وبسبب انهم دخلوا العالم في حروب. يعني هم جزء اساسي مثلا من ارتفاع سعر الطاقة والنفط في العالم والغاز في العالم كان بسبب العقوبات الغربية على روسيا. لما العقوبات الامريكية تحديدا والغربية على روسيا ادت الى ارتفاع التضخم بشكل كبير جدا، اثرت على سلاسل الامداد بشكل كبير جدا. شفنا في الولايات المتحدة الامريكية وهي الدولة العظمى في العالم، الاقتصاد الامريكي بالمناسبة سوزا انجي هو اكبر اقتصاد في العالم من سنة 1870. طيب. يعني ليه 154 سنة الاقتصاد الاول في العالم. ورغم ذلك في عهد جو بايدن وكمال هارس كان هناك ظاهرة تسمى ظاهرة الارفف الخالية. السوبر ماركت ما كانش فيه اكل. انا عايزه بس انتقل لملف تاني مهم جدا عشان لا يدهمنا الوقت. ايه اللي هيعمله ترامب للشرق الاوسط؟ احنا النهارده يعني تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئه للرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقال انه اتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الامريكي، ونتطلع لان نصل سويا لاحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الاقليمي وتعزيز علاقات الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده وشعبيهما الصديقين. احنا ننتظر ايه من دونالد ترامب في الشرق الاوسط في الفتره القادمه؟ يعني اسمحي لي يعني اشيد فعلا برؤيه مصر ورؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العلاقه الامريكيه تحديدا. كانت دايما مصر عندها حصافه ورؤيه انها دايما فاتحه خطوط اتصال مع كافه القوى السياسيه في الولايات المتحده الامريكيه، سواء اللي في الحكومه مثلا زي الديمقراطيين او حتى كانوا في المعارضه في الوقت اللي فات الجمهوريين. على سبيل المثال لما تعرض الرئيس دونالد ترامب لمحاوله اغتيال، الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل واطمأن عليه، وده كان نوع من يعني النظره الاستباقيه، لان ممكن كان في وقتها الدولة المصرية عندها تقديرات انه ممكن يفوز دونالد ترامب في الانتخابات القادمة، وبالتالي يبقى احنا عملنا يعني نوع من العلاقة الممتدة والعلاقة الوطيدة مع الرئيس القادم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا في رأيي ويمكن أنا حضرت الانترو اللي حضرتك عملتيه مع كذا ضيف حوالي قضايا كثيرة في الشرق الأوسط،
حقيقي الناس عندها قلق من بعض الناس عندها قلق من دونالد ترامب، بس هو هيجي بنسخة أفضل المرة دي أو نسخة أعقل وأكثر ثقة وأكثر يعني هدوءا؟ أنا أعتقد ذلك، يعني أنا دايما أميل أن يكون دايما الجانب الإيجابي في الحديث. أنا في تقديري دونالد ترامب نسخة 20 يعني 25 هو يدخل البيت الأبيض يناير 2025 سوف تكون مختلفة تماما عن 2017. ترامب 2025 حمادة و2017 حمادة تاني خالص. أقول لحضرتك يعني بعض المؤشرات اللي شفناها فعلا، يعني على سبيل المثال المناظرة اللي عملها مع كمالا هارس كانت رزينة جدا، يعني كانت رزينة جدا غير المناظرات مثلا اللي كان عملها مع هيلاري كلينتون في عام 2016. حتى مناظرته مع جو بايدن اللي كان نتيجتها ان جو بايدن طلع من السباق الانتخابي كان فيها كلام رزين. بعد محاولة الاغتيال الاولى هو بنفسه قال انه بدأ يراجع كثيرا من مواقفه. يعني شوفوا خطاب النصر النهاردة، اول حاجة بيقول للمهاجرين حاجة مهمة جدا، بيقول لهم اهلا وسهلا بالمهاجرين بس بالطرق الشرعية وبالطرق القانونية. هو بيتكلم ان الاقتصاد الامريكي هيبقى افضل، بيتكلم انه هيحاول يقوي وضع الطبقة الوسطى، بيقول حتى ان هو مستعد يكون في علاقة متوازنة مع الصين. هو لو رجعنا حتى الفترة الاولى كان فيها بعض الاشياء الايجابية. اول شيء لم يخوض اي حرب لا صغيرة ولا متوسطة ولا كبيرة، هو راجل يكره الحروب، هو ضد الحروب وبالتالي نتوقع منه، هو وعد انه غزة ولبنان واوكرانيا كمان واوكرانيا وروسيا. وبالمناسبة هو عنده خطة لان في بعض الناس، انا سمعت ناس كتير قوي يقولوا دونالد ترامب ما عندوش خطة لوقف الحرب. اول حاجة هو عنده خطة وليه رؤية، يعني على سبيل المثال، لان في ناس بتسأل سؤال ازاي دونالد ترامب بيكون داعم قوي جدا جدا لاسرائيل وفي نفس الوقت عايز يوقف الحرب في غزة وفي لبنان. هو وجهة نظر دونالد ترامب انه طول الحرب ليس في مصلحة اسرائيل، ودي نقطة مهمة. فهو يريد وقف اطلاق النار في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي جنوب لبنان من اجل عيون اسرائيل، لانه هو شايف ان دخول اسرائيل في معارك كثيرة، دخول اسرائيل في جبهات متعددة. احنا شفنا اسرائيل في يوم بتضرب في جنوب لبنان وبتضرب في غزة ومستنية هجوم من ايران. هو دونالد ترامب اتكلم مع الاسرائيليين وقال لهم هذا الوضع ليس مثالي ولا يمكن ان يستمر بشكل عام بالنسبه لاسرائيل، وهو قال لهم ان افضل وضع لاسرائيل ان توقف الحرب الان. هو من وجهه نظره كمان ان اسرائيل حققت اهدافها بغض النظر ان احنا اتفقنا معاه او اختلفنا ان هي حققت اهداف او ما حققتهاش. هو وجهه نظره ان اسرائيل حققت اهدافها في الوقت الحالي وحان وقت السلام. يعني بالنسبه للبنان بيقول لابد السكان الإسرائيليين يعودوا لشمال إسرائيل وسكان الضاحية الجنوبية يعودوا لجنوب لبنان. هو قال غزة، شاف غزة بمنظور مختلف خالص، قال غزة ممكن تبقى زي سنغافورة. يعني هو وجهة نظره فكرة السلام الاقتصادي، انه لو تحسن الوضع وقت السلام دونالد ترامب بيقول لو حان وقت السلام لو الوضع تحسن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين، هو شايف ده انه ممكن يخلق أرضية مشتركة يتكلموا مع بعض بطريقة مختلفة. حان وقت السلام، دي أفضل عبارة ممكن ننهي بها لقاءنا، اللي دايما ببقى زعلانة وأنا بنهي اللقاء مع حضرتك، ولكن حان وقت انتهاء البرنامج. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، وأكيد لنا لقاء قريب جدا نتكلم بتفاصيل أكتر عن ماذا بعد الانتخابات. المعركة الانتخابية الأمريكية خلصت، هيبدأ دونالد ترامب يرتب أوراقه وملفاته، وعاوزين نتكلم في حلقة كده كاملة عن هذه الملفات. أشكر حضرتك شكرا جزيلا. سريعا وفي النهاية، النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي كان في مؤتمر صحفي عمل تصريحات مهمة جدا، قال فيها أنه لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة التعويم، ولكن الدولار هيطلع وينزل طبقا لمعطيات السوق وطبقا للعرض والطلب فيما يخص العملة. صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاقتصاد العالمية أكدت في تقاريرها تطبيق مصر نظام سعر صرف مرن. العالم يرى أن الدولة المصرية تسير في مسار إصلاحي سليم، ووضح أنه ما يؤثر بالسلب على أداء الاقتصاد هو قناة السويس وقطاع البترول، مؤكدا ان عام 24-25 هو عام التعافي. الدين الخارجي والاجمالي انخفض ل 89% ورفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكاله فيتش العالميه. تقديرات صندوق النقد الدولي اكدت ان التضخم في طريقه للانخفاض في مصر. برنامج الحكومه لدى صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري وضعته الدوله المصريه. الفتره القادمه لن يتم اتخاذ اي قرارات من شانها اضافه اعباء جديده على المواطن المصري. شائعه زياده الغاز الطبيعي للمنازل ارتبطت بزياره مدير صندوق النقد الدولي، ولكن هذا الامر غير صحيح،
ولم يحدث أي زيادة، والهدف من الشائعات هو زعزعة استقرار وأمن الدولة وإثارة الرأي العام. أشكركم شكرا جزيلا، يوم الأحد أشوفكم في مصر جديدة.